أستاذ هيكل، المنطقة العربية أيضا يواجهها الرئيس الجديد بكثير من التغييرات، ليس فقط ما نتج عنه الربيع العربي ولكن أيضا هذه الانتخابات المتوالية في عدد كبير من الدول. مصر لديها انتخابات في مايو، لكن النهاردة الانتخابات الجزائرية. توقعاتك إيه أولا لهذه الانتخابات؟ بقول لك حاجة، أنا قد أكون مختلف معك وأرجوك تتقبليها. أنت بتقول انتخابات، أنا بقول إنها مش انتخابات. مش انتخابات، كلها 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 وبدون استثناء بما فيها مصر؟ بما فيها مصر. كلها استحقاقات ضرورات. شوفي إيه، أنا شايف في انتخابات في الجزائر. انتخابات في الجزائر طبيعة الأمور إنه الرئيس بوتفليقة لا يستطيع أن يرشح نفسه لأسباب صحية أو الأسباب الصحية الأولى. لكن في ناس في الجزائر يروا أن هذا الوطن الجزائري على وشك أن ينزلق إلى كوارث ملاش حدود، فهم بيمسكوا بالأمر الواقع لكي لا ينزلق. إنه في انتخابات، استحقاق انتخابات ياس هتتعب، لكن إذا كنت ممكن تسميها انتخابات أنا مستعد أقول لك إنه مش انتخابات. تعالي اللي أنت شايفاه في لبنان، في لبنان في انتخابات. كل من يدخل الانتخابات في لبنان عينه على ما يجري في سوريا. سوريا من 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 مثلا من شهر، من سنة، كان سوريا ليست عنصرا فاعلا في لبنان على الأقل إلا بالعنف. بتغير الموقف العسكري، وقد تغير في سوريا، ما بقولش اتقلب، لكن وقد تغير، لابد لكل طرف في لبنان أن يعمل حسابا لسوريا عايزة ايه، وهذه تقليديا. فأنت عندك انتخابات في سوريا، هي واقع الأمر استحقاق انتخابي، لكن لابد أن يجد وسيلة مش للتوفيق، للتلفيق، لكي تجدي مرشحا تقبل سوريا ويقبل حزب الله والآخرين لا يعترض عليه. دايما كان في صيغة أنه موارد المسيحيين بيرشحوا الرئيس والمسلمين هم اللي بينتخبوه، في فرق بين من يرشح ومن ينتخب. فلا بد أن تأتي في لبنان برئيس توافقي تقر سوريا.